كما تفهمت تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل نظام الشغل في لعبة شأن، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق شأن، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت من، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن الشأن الخاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم الشأن. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.